ربا طالبة في الصف السادس تشكو من ضعف في نظرها وتضع نظارتها في البيت والمدرسة، تقضي وقتها وحيدة ولا تقترب من زميلاتها خوفا من الاستهزاء بها. تقرر والدتها نقلها إلى مدرسة خاصة للاهتمام بموهبتها الرياضية. في اليوم الأول لها تعرف معلمة الرياضة الطالبات بربا قائلة: رحبوا معي بصديقتكم الجديدة ربا الحاصلة على المركز الأول في كرة السلة. تتجمع الفتيات في ساحة المدرسة ويبدأ الفريق في اللعب. تأتي ربا لتنضم للفريق فتسخر منها سلمى ويارا وتبدأان بالضحك. خلال اللعب تقوم سلمى برمي ربا على الأرض فتسقط نظارتها وتنكسر. تصدر سلمى ضحكة عالية وتقول لربا: لن تفوزي أيتها العمياء، وتقوم بتصويرها وهي على الأرض وتبحث عن نظارتها، وتتفق مع يارا بنشر صورها على الفيسبوك وصفحة المدرسة. تعود ربا للبيت فتصلها رسائل بصورها عبر المجموعة الخاصة بتعليمها الإلكتروني وعلى الفيسبوك. تبكي ربا وتدعي المرض حتى لا تذهب للمدرسة. تذهب إحدى الطالبات تخبر المعلمة بما حدث مع ربا. تقوم المعلمة بتوبيخ الطالبات وتأتي ربا للدور الختامي وتلعب مع الطالبات مرتدية نظارتها وتفوز بالبطولة وتنشر صورها على الفيسبوك ومجموعتها المدرسية وهي ترتدي نظارتها وتمسك كأس الفوز بيدها.